لو الحكايه فيها ان فيتو يوم على حرير بس دي العربية انتهت تماما كمان شايفه حاجه تنفع تاني ان هي تتصلح المحاكمات خليها عادله تدفع تامين على العربيه عشان هم مش بيحطوا العمليات الارهابيه اللي بتحصل في البلد فطبعا ربنا يسهل يعني ونحاول ان احنا ناخد التعويض بتاعنا ان شاء الله يا عميل والله يرحمه الله يرحمه ده راجل محترم وعمرنا ما شفنا منه حاجه وحشه ثلاثه بتعرفوا اه كنت اعرفه طبعا احنا جيران من زمان بقى وابن مرتي بقى بيتكلم راجل كان محترم عمرنا ما حسينا اصلا ان في اي مشكله هنا امنيه او ان حد بيقفل شارع هو قبل ما بيعدي بدقيقه بس بدقيقه يا دوبك موتوسيكل دي والراجل ما حسيناش باي مشكله بالعربيه على حاجه انا في الثوره الله يرحمه حضرتك انت اللي فات تقدر بقد ايه في العربيه هنا العربيه تلفياتها كامله ما تنفعش اصلا تتصلح العربيه حوالي 820 الف جنيه مش قادره غير ان في عربيتين تانيين عربيه والدي وعربيه خالتي وشباب مصر عربيات ازاز وسقف وصاج كامل ده كنت موجود ساعه الانفجار لا انا جيت بعد الانفجار ب 10 دقايق النهارده ان شاء الله 10 دقايق لكن باذن الله برضه فيجو